قلت لك كانت امراه حبله ولدت ولد ولد تصويره ابيض احمر عيونه زرق وكبير جي ويحبوا يشوفوه الناس جاوا باش يباركوها مبروك عليك تقول لهم اخي خليقه فيه شيء ما يصلح وجا مني شيء ما تم مش لازم تشوفوه جمله كان نجد خاطر العينرات يخافوا كانوا يحطوا وحده كعب حوت في الباب تاع البرة ويحطوا خمشة هيك والقشور تاع العظام للوالدة اللي تولد يعملوا لها خمشة بيتسيم يحطوها على راسها هيك ويعملوا لها مشروع حماش كذا عجة زي مشروع خير العين راي تم يقود ميقود مش كانوا يخافوا برشا مش معطي كانوا يخافوا من العين برشا كان وكانوا حشدات بامت كانوا الناس يقولوا كلمتهم ميقود واحد ما ماش يخاف منهم يتزغب منهم ايو يديم لميش عين راه ميس مالا عين راه يو دايما يحشوا مرقشي لا تم جدا كيف كله تدخل عليهم امرأة وقاعدين ياكلوا ولا قاعدين يطرزوا ولا قاعدين يعملوا وتقول انا مش مفلحكم وكذاش مصاوبين ايا تطلعوا ديك تدقها الابرة ولا تتقص بالمقص ويطلع الدم وتغصر وهذا ولا واحد يتخنق بالماكلة يقول دخلة مشو ما دخلت علينا هاي خلينا قالك كانوا الكبار اللي خافوا من العين راع وكانوا تم انشاء يعرفوا يلودوا تم اللي يعملوا بالملح ويجيوا للمراه ولا للرازر ولا للولد يلودوا عليه هكا ويقولوا اشمات تاع الربانيين تاع الصديقين تاع هذا تاع هذا تاع هذا وبعد كيف ويا اللي يلود يبدا يتوب دماغه اميتي ماماش هادشي حتى اللي تولي ما عادش تعمل تفوق ويفوت دموع وبطلك تاخذ الملح تحط لها شويه في فمها شويه في يديها شويه في تحت رجليها وتقول نغزوهم قبل ما يغزونا ونحكوهم قبل ما يحكونا ونعفسوهم قبل ما يعفسونا وتمت الويده بالتقريطه ولا بالقسطه كيف ما قال هذه كانت تقريطه تحط التركينه تاع التقريطه المحرمه تقريطه المحرمه هي المحرمه تاع الخشب زي شلاف والتقريطه اللي يلبسوها على الراس ماتها خمشانه ماتها كانت تلود بالتقريطه ربي يسامحها تحط هوني تاخذ هذه التركينه تاع التقريطه وتحطها في المنكب هكا 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 وتعمل تحط يدها هكا وين ما يوصلوا صبعيها غادي تربط تعمل ربطة هيك تعمل وبالتالي تاخذ المحرم التقريطة وتلود بها تحط على الراس عطة عم تحلها العقدة اما تقرب لهوني ولا تبعد تعاود مرة اخرى تعاود تربطها وتعاود بك ثلاثة أربع مرات حتى اللي يجي قياش يجي بديوك كيف يعني وفالهم كان وفالهم على وداع ما وصير على وداع كان الحا واحد كيف تريح له حاجة يربطه محرمة ويقولوا لها يا مريم رزقك مربوط آتي الحاجة ولا يموت يوم كانوا يلقوها الحاجة اللي راح حط لهم ازي حلو تم حاجة اخرى جادت وانت اللي نقولوا احنا جاتك واحدة وتحبيها باش تمشي قلقتي منها تدوي قلقتي منها خودي المصلحة تعرفش المصلحة خودي المصلحة وقلبيها تقلبيها في اي فيشة تقوم كانوا فاميليات قويين ياسر ويخافوا منهم جدا يخافوا يتعدوا عليهم لقامري يخافوا منهم خاطر كانوا يدعيوا دعاء خايب ياسر يخوفوا من قوة اللي يدعيوا دعاء ربي يشتر بامت والشعاد ينصار الدعاء ذاك عمره ما يقبل حتى في يهودي ينصار لحوال جدا
אז יחפו מנם בושה.